للحديث عن استمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب في العراق مع إعلان بدء جلسات البرلمان الحالي وانعكاسات ذلك على البلاد، معنا في الاستوديو الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك. وأيضا من بغداد عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، سوف ينضم إلينا لاحقا. أبدأ معك أستاذ نوري حمدان، يعني ما جرى اليوم في البرلمان، يعني إلى أي مدى هو فعلا شكل من أشكال الديمقراطية التي جاءت بها العملية السياسية المنتجة بعد عام 2003؟ لا، هو بداية الحقيقة أنه انتخابات العاشر من تشرين الأول الماضي هي لا يمكن أن تأتي بأفضل من هذا البرلمان. برلمان شعبوي، برلمان فئوي، لا يمثل الشعب، يمثل الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات. الجمهور كما تعلمون العراقي، الشعب العراقي ما شارك في الانتخابات، بالتالي مستوى اللي يعني اتضح اليوم أو ما ظهر عليه الأعضاء مجلس النواب، المستوى اللي كنا متوقعينه إليه وهو هذا مستواهم بشكل طبيعي. الحركات الشعبوية اللي دخلوا بها بطريقة يعني لا ترتقي إلى مستوى مجلس نواب يمثل الشعب العراقي اللي يمتلك تاريخ وحضارة وبلد عريق معروف بكل المعايير الثقافية وكذلك حتى الاقتصادية والسياسية. فبالتالي هذا هو ما وصل اليوم، هو لا يمثل الديمقراطية بالمطلق حقيقة، لأنه الديمقراطية لا تعني أنه يعني الشتائم أو الضرب أو الاعتداءات والفوضى. الديمقراطية هي بمقدمة هي تنفيذ للقانون، هي احترام السيادة، هي احترام القانون، احترام الاتفاقات على الأقل يعني كنهج سياسي. ولكن المشكلة هو الحقيقية أنه كل الموجودين في البرلمان اليوم اللي ظهروا بهذا الشكل الواضح هم ما يمتلكون برامج سياسية واقتصادية تهدف إلى عمران هذا البلد وبناءه بطريقة صحيحة. لو كان لديهم هذه القوة ما كان مستواهم بهذا الذي شهده الجمهور. ينضم معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مرحبا بك. مشاهد الأكفان والهتافات الطائفية وثم التشابك بالأيدي وضرب رئيس جلسة البرلمان الأكبر سنا، هل يعقل يعني هل هو هذا فعلا يعني نتاج نظام المحاصصة، نتاج نظام مثل ما يتحدثون هم أنه نظام الديمقراطية؟ يعني كيف تصف هذه المشاهد في برلمان العراق؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا الجمهور، وحيا ضيفك الكريم. الحديث عن العملية السياسية وعن بدايتها التي رأيناها لا تقتصر بالصورة المظهرية لها، رغم أنها شيء من الضحوكة، لأننا رأينا اختلافات عقائدية وتناقضات كبيرة، فالذي أتى بالتوك توك عليها لا ينسى بالأمس القبعة الزرق. ثم نقول حقيقة الأمر ليس هنا الموضوع أساسا، الموضوع أن الذي حصل الآن هو دل على أن الذي يحصل هو اشترار للذات، النتنة التي طالما حذرنا منها من العملية السياسية لا تفضي إلى تغيير حقيقي، وبالتالي الذي خرج متظاهرا لأن يغير الوضع العراقي عملية سياسية برمتها لا يأتي مرة ثانية إلى ذات الآلية وذات الشخوص وذات القناعات. وعليه نقول نحن العراق تأكد أن الذي حصل فيها في هذه الليلة هو وأد مبرمج لجماعات معينة للثورة التي ستنهض من جديد بإذن الله، لأن تأكد للجميع أن الجميع القوى السياسية تسعى إلى اشتراك ذاتها، وبالتالي المهزلة تكمن في أن يعيد الفاسد نفسه وأن تبقى الآليات ذاتها، والعملية السياسية العرجاء الطائفية تبقى، والقوى السياسية المتنفذة الخارجية والداخلية تبقى بذات السلطة وذات السلطان. إذن هنا المشكلة الكبرى، وليس بمظهرها المخزي بالتأكيد، إذا ظهرنا فيه ناس ترتدي الكفائن وناس تأتي بصيغة أخرى وخلافات، ثم ما حصل من مشاجرة مهزلة من بعدها مهزلة، وما حصل لاحقا من إعلان الإطار التنسيقي أن هذه النتائج غير معترف بها، ف
وكأننا في فوضى وكأننا في يعني أضحكنا العالم علينا، والآن نحن كمثقفين نبكي على ذاتنا أن نصل إلى هذه المواصيل. نعم أستاذ قحطان. أستاذ نوري، ذكرت بأنه من مظاهر الديمقراطية هو احترام القانون، تطبيق القانون، مظاهر يعني حديثة مودرن يعني تظهر إلى العالم يفتخر بها كل بلد. ما يجري في العراق الآن إلى أي مدى تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليته؟ وكما تعلم أن الحكومة هي بغطاء أممي. نعم، هو شوف احنا لابد، هاي إشارة مهمة، شكرا لأنه التذكير بها، وأنا ذكرتها في قناتكم الكريمة قبل أكثر من يعني في برنامج سابق. يعني المجتمع الدولي بشكل عام يعني ومجلس الأمن يتحمل مسؤولية ما يجري في العراق اليوم من 2003 لحد اليوم، لأنه قلنا أنه أشرع الاحتلال، والاحتلال هو من أتى بكل هذه يعني كل ما مجريات الوضع الإفرازات، العملية السياسية بطريقتها المحاصصاتية. الاحتلال هو الذي وضع هذه الخطة وهذا السيناريو للاستمرار بالحد اليوم، وتعاون الاحتلال مع الدور الإيراني السلبي حقيقة في تقسيم هذا تقسيم المحاصصة بهذه الطريقة، أو تقسيم العملية السياسية بهذه الطريقة المحاصصاتية على أساس طائفي وعرقي. هذا كله هو يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لم يتوقف عن ذلك، بل استمر في يعني في ارتكاب الأخطاء باتجاه العراق إلى أن ذهب بشرعنة أو تأييد أو الثناء على الانتخابات تشرين الماضي، وهاي سابقة حقيقة. يعني مجلس الأمن شنو دخله يعني يعني بانتخابات دولة من دول العالم الثالث مثل ما هم يسموه بانتخابات حتى يأيدها ويصادق عليها، لو ما يصادق عليها ويقول عليها مزورة لو مو مزورة. نعم. هو شو العلاقة بها؟ يعني هذا شيء داخلي، وهاي سيادة ومجلس الأمن، مجلس يعني الأمم المتحدة عفوا ومواثيقها كفلت لأي دولة ذو سيادة غير محتلة ما تتدخل بها مجلس الأمن ولا تتدخل بها الجامعة المجتمع الدولي بشكل عام إلا بطلب من هذه الدولة، وتوافق يوافقون عليها، يصير عليها موافقة في مجلس الأمن حتى يكون أكو دور وتدخل. طيب أنتم منين جبتوا هذا خليني نسميه التشريع أو البدعة الجديدة في أنه تأيدون انتخابات عراقية الشعب رافضها، الشعب مشارك بها بنسبة أكثر من 80%، ليش تفرضون على المجتمع العراقي والشعب العراقي الرافض لهذه الانتخابات ونتائجها واللي هذا نتيجتها اللي شفناه اليوم بالبرلمان، ليش تفرضون عليه بهذه الطريقة؟ أستاذ نوري، هناك يعني سوف يعني أنتقل بالسؤال للدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، تحدث الأستاذ نوري واستمعت إليه، العراق فيه ثورة سلمية عارمة هي ثورة تشرين، طالبت بمطالب يعني من حق كل إنسان أن يطالب بها، لم تتحقق مطالب هذه الثورة السلمية وقتل المتظاهرون السلميون بأبشع صورة. الآن انتخاب يعني على سبيل المثال انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، ما الذي غير من الواقع؟ يعني ربما هو سيكون البوابة لثبات جميع الوجوه التي كانت في ظل ثورة تشرين وتسببت بمقتل المتظاهرين. يعني هل هذا يبعث بصورة أنه لا شيء سيتغير وسيبقى كل شيء على حاله؟ بالتأكيد لا شيء يتغير، وقد قلنا منذ مدة طويلة أن الذي يحصل لا يغير شيء، والشعب أدرك هذه الحقيقة، لذلك قاطع الانتخابات بنسبة كما هو معروف تتجاوز 80%. وأذن الآن نتساءل حقيقة الأمر، بدءا نتساءل الذين ذهبوا إلى البرلمان تحت اسم أو عباءة التشرين، ماذا غيرتم؟ والآن أول خطوة بدأت بإعادة حلبوسي المذهبي الطائفي الذي يشكل دالة كبيرة على أن التقسيمات المذهبية قائمة كما هي، ولا يمكن يتعدى شخص على منصب رئيس الوزراء إلا أن يكون حصرا بين قوسين من المجموعة الشيعية.
بالتأكيد الطرفان سيئان لا شك، ورأس الجمهورية إلى الأكراد إذا لم يتغير، الذي دخل الآن بتوك توك سيخرج بجكسارة بعد حين. شيء آخر، أنا أقول أشكر هذه العملية السياسية التي تؤكد على لا عراقيتها ولا وطنيتها ولا مبدئيتها وهنيتها، لكي تعطي الثورة والثوار زخما أكبر وأكبر. لذلك نحن كتشرينيين كأناس رافضين العملية السياسية والعملية المهزلة التي قامت انتخابات وسواها، بدأنا ندرك أو بدأ يدرك الذي كان في ظنه أن خيرا ما سيحدث، بدأ يدرك أن الأمل مفقود ولا غير ولا طريق إلى التغيير إلا الثورة. لذلك بإذن الله ستنشط ثورة تشرين مرة ثانية، وتنشط ثورة تشرين وتأخذ دلالات أخرى للفعل وهي سلمية بذاتها كما بدأت، ولكن دلالة الفعل سيأخذ مدى أكثر. إذن الذي حصل هو تأكيد على أن الذي سعوا إليه الأحزاب السياسية لاشترار ذاتهم هم اشتروا ذاتهم بالتأكيد، والقوى السياسية المتنفذة سوف تتفاهم فيما بينها على المغانم، والخاسر الوحيد بالتأكيد هو العراق كما قلنا وكما قال الشعب العراقي عبر ثورته. نعم دكتور قحطان، ابقى معي لو سمحت. أستاذ نوري حمدان، يعني لا يزال هناك جدل يعني باختيار رئيس الحكومة الذي هو المنصب الذي تتنافس عليه جميع الكتل أو معظم الكتل الموالية لإيران. هناك أيضا أمر قادم آخر، يعني إلى أين يسير المشهد السياسي في العراق؟ شوف الحقيقة أنه يعني المشكلة هي أعظم من سين وصاد من السياسيين الحاليين اللي موجودين بالسلطة. يعني المشكلة مو يعني بالنسبة لنا كمجتمع، بالنسبة لنا كشعب، احنا مو المشكلة عندنا من هو يكون رئيس الوزراء كشخص، المشكلة هاي مشكلتهم هم يصارعون على من يكون رئيس الوزراء، لأنه رئيس الوزراء هم عندهم موظف يقسم المغانم عليهم. احنا بالنسبة لنا نريد رئيس وزراء ابن العراق اللي هم ما يقدرون يجيبوه، واللي حرموا العراقيين من انتخابات نزيهة شريفة بوفق قانون عادل انتخابي، يجيبون رئيس وزراء لهم نزيه شريف يقدر ولديه القدرة على بناء العراق. طيب هاي هم ما قدروا. هناك نقطة في غاية الأهمية، نظام المحاصصة هذا لا يسمح بالشخصيات الكفوءة العناصر المناسبة من أجل بناء البلد بأن يعني تحل في هذه المواقع الصحيحة. من أين أخذ هذا النظام قوته وهو أساسا على أساس ضعيف؟ ليش ضعيف؟ لأنه أساس منهار اقتصاديا، هناك يعني انشقاقات تلاكم، هناك عراك داخل البرلمان. من أين استمد نظام المحاصصة قوته؟ شوف هو نظام المحاصصة بداية بدأ ب يعني بدأ بحماية وبحماية القياد القوات الاحتلال والرعاية الإيرانية. هم كرسوا المحاصصة الطائفية في العراق وأسسوا لها بطرق يعني سياسية لم تكن رصينة حقيقة بداية، ولكن بدأت يعني قوتها وتماسكها بنشر الفساد. هي أصبحت الراعية للفساد، والفساد الذي استشرى في الدولة هو أصبح يعني خلينا نسميه المال الصائن لها. يعني المحاصصة سوى ليش محاصصة طائفية؟ سؤال مو كلش مهم. يعني أنت لأي واحد منهم سياسي قل له أنت ليش تدخل بالعملية السياسية حتى شو اسمه وفق إطار المحاصصة؟ ليش؟ ليش؟ حتى يضمن الحصة مالته، لأنه إذا مو وفق معايير المحاصصة، إذا مو وفق معايير المحاصصة هاي الحصص ما راح تنعرف، هاي الحصص راح تجي تشتغل بما تجي تدخل في إطارها العام للحق العام، مو الحق الشخص. مو هاي الوزارات سنية وهاي الوزارات شيعية وهاي الوزارات كردية وهي الوزارات بعدين إيراداتها تكون يعني أبقار حلوبة لبونة لهذه الأحزاب. هاي من هنا بدأت تستقوي المحاصصة، بدأت تستقوي وصار أصبح لها رعاة، أصبح لها رعاة ومدافعين عنها، وبنفس الوقت هي الحامية للفساد المستشري في مؤسسات الدولة. بمعنى أنه المحاصصة تغذي الفساد، والفساد يمتن الـ شنو المحاصصة حتى تستمر المحاصصة
ويراعى الفساد فيها في مؤسسات الدولة، السلطة التشريعية بدأت تبذل جهود كبيرة في تشريع قوانين لصيانة المحاصيل. اسمح لي فقط دكتور، هننتقل للدكتور قحطان. دكتور قحطان، ماذا عن المستوى الدولي؟ هل تعتقد أن الحكومة القادمة سوف تحصل على تأييد دولي؟ كما هو معلوم يعني الحكومة يعني متهمة بالفساد، هناك ملفات فساد غارقة في الفساد منذ عام 2003، وهناك أيضا ملف الميليشيات، على افتراض أن هذه الميليشيات التي شكلتها الولايات المتحدة والتي تغطيها الولايات المتحدة يعني أمام الإعلام هي تقوم بفرض يعني عقوبات على قادتها من خلال مؤسساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف تنظر إلى الدعم الدولي للحكومة التي هي تعيش في فوضى عارمة وتعيش في بحر من الفساد؟ المجتمع الدولي سواء أمريكا أو الغرب أو إيران، الأطراف المؤثرة بالشأن العراقي لا علاقة لهم بالفساد نهائيا، بل هم من أسسوا الفساد وشرعنوا الفساد ودعموا الفاسدين، وهم فاسدون أساسا في كل المقاييس، وبالتالي لهم لا هم لهذه الدول بشأن الفساد، بل يسعون إلى من يضمن الفساد لكي يضمن العراق خارج نطاق أي ترتيبة يمكن يبدو العراق فعال. ولكن المشكلة الكبرى أو المجال الأكثر الذي يمكن أن يؤثر عليه المجتمع الدولي هو مدى التوافق والتقاطع ما بين إيران وأمريكا في الشأن العراقي. في متابعتنا كاستراتيجيين نرى أن اللعبة صفرية أصبحت أضحت بين إيران وبين أمريكا، وبالتالي نعتقد إلى أن أمريكا حاسم الأمر إلى أن تحجم دور إيران وفعاليتها في العراق لكي تحجم فعاليتها إقليميا. لا يتم ذلك إلا عن طريق احتواء القوى المسلحة المؤيدة الولائية لإيران والأحزاب الفساد. لذلك نعتقد أن الجهد الدولي الأمريكي والغربي سينصب في عملية احتواء وجود الفصائل المسلحة الولائية الغير منضبطة إلى الدولة، هذا هو الاحتمال الأكثر. كيف ستتعامل معها؟ أعتقد أنها ستدفع المجتمع الدولي باتجاه إنشاء حكومة موالية إلى الغرب، تأخذ قرارات فعالة عملية بمساندة المجتمع الدولي لتحجيم فاعلية هذه الفصائل. ذلك التقاطع المحتمل سينهض أو سيأخذ مدى واسع ومتصاعد مؤشرة بين الفصائل وبين المجتمع الدولي. أما الفساد فأمريكا وإيران وغيرها يدعمون الفساد ويدعمون الفاسدين. من بغداد عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وشكرا لضيفي في الاستوديو الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا.